بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، كما قدم لسموه الوزراء حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد كلمة سامية: عليكم ببذل قصار جهودكم ووضع مصلحة الوطن دائما في المقام الأول وفوق كل اعتبار، والالتزام بالدستور وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبلا تهاون وترسيخ أمن الوطن وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه ومحاربة الفساد والمحسوبية وترسيخ العدل والمساواة في كافة وزارات الدولة ومؤسساتها حدوداً الأولويات، حددوا الأولويات ووحدوا الجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني، واستعينوا بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة. اتبعوا سياسة الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية، وفعلوا أدواتكم الإعلامية، ذللوا العقبات التي يواجهها المواطنون، وتلمسوا احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة وصولا للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة الحيوية: التعليم والصحة والإسكان وغيرها. رسخوا التعاون مع السلطة التشريعية الهادف إلى إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تسهم في نهضة وطننا الغالي، وتحقق مصالح أبنائه الأوفياء مع مراعاة الثوابت الوطنية والعدالة الاجتماعية. وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية الالتزام بأحكام الدستور التي تحكم العلاقة بينها. الأخ رئيس مجلس الوزراء، الأخوة الوزراء، إن ثمة ملفات عديدة تنتظر منكم العمل والتخطيط، ولعل أهمها تعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالشباب والمرأة ومراعاة تكافؤ الفرص في التعيينات والملف الاقتصادي الاستثماري والاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص وحماية الأموال العامة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية والتحول الرقمي تحقيقا للشفافية والقضاء على الواسطة وتعزيز السياسة الخارجية ودور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة. ختاما، أنني أدعو الله جل وعلا أن يوفقكم في خدمة الوطن والمواطنين
لتظل كويتنا العزيزة بكم والمخلصين من أبنائها دار عز ورخاء وواحة أمن وأمان واستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.